بالفعل معنا على التليفون الأستاذ أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على المعاملات التجارية. ومساء الخير يا فندم، منورنا. مساء الخير على حضرتك وعلى جمهور السادة المشاهدين يا فندم. أهلا أستاذ أحمد، ترى إيه التنبيهات الخاصة بالمحال التجارية اللي هتشارك في الأوكازيون؟ القوانين اللي أنتوا حاطينها. هو بدأ زي بدأ يا فندم، يعني كل عام وحضراتكم طيبين وجمهور السادة المشاهدين بخير. العقوبات أولا، وفي تعليمات وفي آليات إحنا بنشتغل بيها. طالما السيد التاجر ارتضى إنه يدخل في الأوكازيون معانا، في بعض التعليمات يجب أن نتبعها. منها على سبيل المثال إنه لازم يكون حاطط سعرين على كل قطعة وعلى كل سلعة. أحدهما ده مشطوب عليه، ده بتاع الشهر السابق. والتاني اللي هو بيبيع بيه حاليا دلوقتي. الحاجة التانية إنه لازم يكون محتفظ ببونات بيع بتاع الشهر السابق. ودي مهمة جدا علشان السادة المفتشين لما يجوا يشيكوا على صحة هذه النسبة اللي هو حاططها بيرجعوا دايما لمرجعية اللي هي بونات البيع اللي كان بيبيع بيها من الشهر السابق. ده حلو قوي طبعا. يا فندم. طب لو ما لقيناش بونات البيع عنده، ما بنعملوش محضر على طول ونسيبه ونمشي، لا، بندور احنا برضه على فواتير الشراء. لو جاب فواتير الشراء يبقى خلاص ده يعتبر مستندات هناخد بيه، وبنتاكد بقى نشوف النسبه دي صح ولا غلط. تمام. طيب انا عايزه بس اعرف برضه من حضرتك نقطه، لا ايه نوعيه الشكاوي اللي ممكن بيتحقق فيها فعلا او ممكن تكون لا محل نظر؟ لانه في شكاوى ساعات برضو من المواطنين بتبقى يعني لو انا هنقدر نعمل ايه، ما فيش في ايدينا حاجه نعملها، فايه نوعيه الشكاوى اللي فعلا بتبقى حقيقيه؟ ويمكن السواد الاعظم من الشكاوى اللي بتجينا يا فندم حاجتين مهمين جدا. اول حاجه عدم اعطاء فاتوره ضريبيه للسادة المواطنين. يعني بعض السادة المواطنين بيبقوا ما شاء الله عليهم عندهم وعي وحس رقابي جميل جدا. احنا بنعتبره حاجه ايجابيه لدى المواطن المصري واصبحت منتشره بصوره جميله جدا. تمام. دي احدى الشكاوى اللي بتجينا. الشكاوى الثانيه اللي بتجينا ممكن اقول لك اصل احنا خدنا قطعه ولقينا فيها ديفوهات وبتاع والتاجر ما رضيش يرجعها لنا، يقول لك لا اصل دي انت شتتها في خلال فتره الاوكازيون. لا، سياسه الاستبدال والاسترجاع متاحه لجميع المواطنين خلال فترات السنه. تمام. ولكن ارجع للجزئيه اللي انا قلت لحضرتك دلوقتي، لازم اكون معاه الفاتوره اللي هو اشترى بيها. عشان الفاتوره دي مهمه جدا، عشان هي المرجعيه لحضرتك او للجهاز. نعم يا فندم. عشان تبقى هي المرجعيه للجهاز هيفحص بيها الشكوى. بالظبط، عشان اتاكد ان هو ده فعلا المحل اللي باع القطعه ديت للمواطن دوت. تمام. وما يقدرش يتكلم بقى، ما دي فاتورتك وطالعه من عندك. صحيح. طب في سؤال، انا اسفه بس لزمايلي، عشان الفاتوره دي لما بنطلب فاتوره يقول لي ايه طب ممكن اجهزها لك واكلم الاداره وتجي بعد يومين تاخديها او ابعتها لك، يعني بيصعب عليا الامر، ما بيدهنيش في ساعتها. ويمكن انتوا بتعرضوا الحكايه دي، بنشتري بالالافات طبعا عشان نظهر بمظهر كويس. نعمل ايه ساعتها؟ هل كفايه الريسيت ده هو يؤخذ بيه في الضرايب؟ في لو الريسيت حضرتك فيه سجل تجاري وبطاقه ضريبيه ممكن يؤخذ. لكن لو الريسيت كده عادي ما فيهوش بطاقه ضريبيه وسجل تجاري، لا لا يعتقد. اوكي، لازم يكون في سجل تجاري او بطاقه ضريبيه. وطبعا ما فيش حاجه يا فندم اسمها انه عشان اوكازيون فما نقدرش نرجع الحاجه، خلاص الحاجه المتباعه في الاوكازيون ما بترجعش، عشان في محلات كتير بتقول الكلام ده. لا يا فندم. أيوه. دي جمله عاريه تماما من الصحه يا فندم. تمام. لا يؤخذ بهذه الجمله خالص، يعني اللي يتقال له كده يعرف انه بيضحك عليه.